لو الحكاية فيها إن فيدي ICU مستشفى النمير العام دي تقريبا تاني سنة ليا في المستشفى. عامة ICU يعني intensive care unit و intensive care unit يعني لازم نبريد تحت المرضى بريد 14 ساعة. طبعا احنا المزاجين احنا نكون قدام المريض طول 24 ساعة، ما ينفعش نسيب المريض او اي حد من المرضى اللي جوه تحت اي ظرف من الظروف، سواء اذا كان بالليل الفجر او وقت الغداء او فطار او وقت الورك، كان في اي وقت ما ينفعش، لازم نبقى متواجدين في الرعاية 14 ساعة. بالنسبة للايام معينة مثلا زي ايام رمضان اللي احنا فيها دلوقت، النظام بيمشي ان احنا يعني لازم برضو نبقى متواجدين في الرعاية على طول، حتى لو وقت الفطار. احيانا في بعض احيان لو معانا الاخوه المسكين او يعني في مثلا بيسموها رعاية او كده، هم مثلا بيشوفوا شويه في الشغل والباقيين بيروحوا يفطروا عادي. ولو الدنيا كويسه شويه او الحالات نوعا ما مستقره، بنسيب حد في الرعاية وبنروح كلنا في بنفطر سوا كلنا مع بعض، يعني سواء مسلمين او مسكين مع بعض. موقف من ضمن المواقف اللي بتعدي علينا لسه حاصل حالا دلوقتي، مثلا يعني لو مات تقريبا حبينا نقول مات الساعه كام تقريبا؟ 6:30 الساعه 6:30 تقريبا هنلاقي اغلب الناس في مصر بتجهز للفطار عشان خاطر رمضان. في حاله دلوقتي حاله لسه عاملين لها دخول عندنا في الرعايه، والحاله ديت كانت مريضه بجلطه بالمخ. فطبعا احنا دلوقتي يعني كل همنا ان احنا ازاي نعدي بالمريض ده لبار الامان، سواء اذا كان احنا مثلا نشوف له الفيتال ساينز بتاعته او نتابعه مثلا بان احنا نعمل له برين سيتي سكان. ف يعني انا بقول فور اكزامبل يعني دلوقتي مثلا العيان دوت احنا كل همنا دلوقتي ان احنا بنعدي بيه، مش في دماغنا مثلا فطار او هنعمل ايه، سواء انا او التمريض اللي معايا او الستاف اللي معايا كله، احنا بنركز تماما على المريض ان احنا نعدي بيه لبار الامان. والموضوع طبعا مش بياخد 5 دقائق او 10 دقائق او ربع ساعه، الموضوع بيمتد ممكن ساعه وساعتين يعني. فبعد كده ممكن ساعه الفطار مثلا الناس بتشرب ميه او بتاكل حاجه خفيفه وهي شغاله، وبعد كده بعد ما نخلص الحاله خالص ونطمن عليها ونعملها كل اجراءات الدخول بتاعتها، نبدا يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، اذا طبعا ما جالناش حاله بعدها تاني على طول يعني. يعني قررنا ان احنا نتاخر مثلا.